وهذه من تباس المريضة الآن جبناها عند الطادية قلنا إن شاء الله يكون خير وجت الطائرة وضربت علينا للبيت وخرجنا هاربين لهنا على صنعاء من سبب الشظية وصلت للشظية صايرة للبنت هذه حجرة مش يعني شظية بس من حق الحرب والله كان عاد ما لي شيء بس كل ما زاد الحرب زادت التوتر بالبلاد زاد والله ما أقول له خير يعني كان عاد الحمد لله في أسعار يعني هابطة شوية لم اليوم لما زاد الحرب كل شيء على وكل حاجة يعني تضاعف خلاص كل شيء وزوجي علشان يصير يدور العمل ضاع ما نعرفش الآن عنه إيش والآن ما الحمد لله بقية ربع معي وحامل والله نحس يعني ضيق بس واحد يستحمل الإنسان علشان عياله إذا رفع هذا الحرب فلي إن شاء الله ربنا يصلح كل شيء.